إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم يا إلا بك يا رب، لا تردنا خائبين ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا، أنت رحمن الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب. أغثنا أدركنا، أغثنا يا الله، أدركنا يا الله، انقذ بلادنا، انقذ بلادنا، انقذ بلادنا يا الله بحق نبيك وحبيبك، بحق نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب لنا ولا ترد سؤلنا، أنت مولانا وملاذنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تقبل.